الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ونحن اليوم نعيش في برنامج كنوز، أتحدث عن أعظم كنز وكلنا يسعى إليه، ألا وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى. مرضاة الله تعالى أعظم كنز يسعى إليه الإنسان، وإذا رضي الله عنك أدخلك جنته. خير البرية من وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة وأعظم كنز وأعظم عطية، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. ما هي الأشياء التي نعملها من أجل أن يرضى الله عنا؟ وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنا أدخلنا جنته، والجنة لا يدخلها إلا الطيب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. انظروا إلى اللفظ الرباني القرآني: طبتم فادخلوها خالدين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل لا يدخل أحدا الجنة إلا إذا كان طيبا. ومن المعلوم من الضرورة أن كل ابن آدم خطاء، كما أتى في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما دمنا أننا مخطئون أو أننا خطاؤون، فكيف نجمع بين أن ندخل الجنة ونحن طيبين وبين البشرية التي يرتكب كل إنسان منا خطأ في هذه الحياة أو أكثر من ذلك؟ الربط بين هذا وتلك هي أعمال يسيرة جدا تمحو الذنوب محوا. هذا هو عنوان درسنا البسيط لهذا اليوم. قبل أن نخوض في الأعمال اليسيرة، أقف عند كلام ابن القيم عندما قال: والله لن يدخل الجنة إلا طيبا، ومن كثر ذنوبه في هذه الحياة وكتب الله له أن يكون من أهل الجنة مر بمراحل حتى يصبح طيبا فيكون من أهل الجنة. ففي الدنيا يحصل المرء على ابتلاءات ومصائب وأمراض وسقم وفقر وغيرها من الابتلاءات والمصائب التي تكفر عنه الخطايا والذنوب التي ارتكبها. فهذا أول طريق يمر به المرء في تطهير نفسه من الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام:
ما يصاب المرء من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطيئة. فالإنسان في هذه الحياة يمر بهذه المراحل التي يتطهر بها، فإن بقيت عليه بعض الذنوب والمعاصي وهو من أهل الجنة شدد الله عليه سكرات الموت حتى يتطهر، فإن بقيت عليه بعض الذنوب والمعاصي شدد عليه في قبره، هكذا يقول ابن القيم، فإن بقيت عليه بعض الذنوب والمعاصي فطول المقام بين يدي الله عز وجل والحساب حتى يقف بين يدي الله طاهرا نقيا طيبا فيدخل بذلك جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب الكرام، ما أرحم الله سبحانه وتعالى بنا، هو أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، بل هو أرحم بنا من أنفسنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وهذه من الآيات العظيمة التي قل من يتدبرها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بمعنى لماذا يعذبنا الله ونحن شاكرون طائعون لله عز وجل مؤمنون بالله. فطريق الجنة طريق يحتاج إلى تطهير وإلى نقاء وإلى صفاء. قد يقول قائل الطريق إلى الجنة صعب، هو في حد ذاته الجنة حفت بالمكاره صحيح، لكن جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعمال يسيرة نعملها تلقائيا يوميا، كل منا يعملها شاء أم أبى. هذه الأعمال طريق من الطرق الميسرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أبدأها بأهم عمل وأجل عمل وأقدس عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة، هذا العمل تبدأ به يومك، وهو طريقك إلى مرضاة الله وطريقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هو طريق إلى الحياة التي تسعى إليها في هذه الدنيا، الحياة الطيبة، العيشة الهنية، العيش الرغيد، السعادة، هو هذا الطريق، ألا وهو طريق الصلاة. قبل أن يصلي الإنسان، الله عز وجل لا يقبل إلا أن يكون الإنسان طيب. حتى في الصلاة عندما تقف بين يدي الله عز وجل وعليك من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمها إلا الله، وكلنا ذو خطأ، وأنا أكثركم خطأ، نسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة والعفو. جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية أن هذا العمل الذي نقدم به أن يكون الإنسان نقيا طاهرا. فالإنسان ما بين فترة وأخرى يرتكب أخطاء ويرتكب ذنوب ويرتكب معاصي ويرتكب آثام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بمعنى من الفجر إلى الظهر يرتكب الإنسان بعض الأخطاء، فإذا ما أقدم على الصلاة كفرت ذنوبه التي بينهما، وكذلك من الظهر إلى العصر، وكذلك من العصر إلى المغرب، وكذلك من المغرب إلى العشاء، وثم من العشاء إلى الفجر. فانظر إلى رحمة الله كيف جعلك طاهرا نقيا في اليوم والليلة 5 مرات، ومع ذلك أقف عند حديث الوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي هريرة أو أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه خرجت ذنوبه من وجهه مع آخر قطرة ماء. الإنسان عندما يغسل وجهه 3 مرات
تخرج الذنوب التي رأى من عينيه والتي تكلم بها من فمه والتي سمع بها من أذنيه مع قطرات الماء حتى تخرج آخر ذنب أو يخرج آخر ذنب مع آخر قطرة من الماء. ثم إذا غسل المرء يديه خرجت ذنوبه وخطاياه مع خروج آخر قطرة من الماء. فإذا غسل الرجل أو العبد المؤمن قدماه أو رجليه خرجت ذنوبه مع قطرات الماء أو مع آخر قطرة من الماء. ورواية لمسلم: إذا توضأ العبد أو المسلم خرجت ذنوبه جميعها حتى ما كان تحت أظافره. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أرحم الله بنا. كم نرتكب من الذنوب والمعاصي، كم نتحدث في الغيبة والنميمة، كم ننظر إلى الحرام، كم نسمع إلى الحرام، كم نمشي إلى الحرام، كم نبطش في الحرام، ومع ذلك هذا العمل البسيط، العمل السهل الذي كل منا، كل واحد فينا يتوضأ في اليوم أقل واحد 5 مرات مع الفرائض. ناهيك عن النوافل، ناهيك عن قبل النوم، ناهيك عن الضحى، ناهيك عن الوتر، غير هذه الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل البسيط، العمل السهل، العمل الذي نعمله يوميا عادة، نستطيع أن نؤجر حين نحول العادة إلى عبادة. أخي الحبيب، أختي الكريمة، اليوم أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث العظيم، حديث الوضوء ومع الصلاة التي هي طريق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. ولنا دروس أخرى ووقفات أخرى في هذا العنوان: أعمال يسيرة جدا تمحو الذنوب محوا. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.